السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي. راح نبدي بداية الكتاب يونت 1 لسن 1 صفحة 6 وصفحة 7. I'm from, I'm from, نقول هنا إيراك. I'm from إيراك. أنا من العراق. Look, listen and say. Look, انظر. Listen يعني هذا التي مثل اللفظ. Listen استمع. And say وقل. هنا عندنا write the country names on the map. يقول اكتب الأسماء الدول على الخريطة. هنا عندنا تايلاند، فرنسا، جابان، إيجيبت، إنجلان، إيراك، تركي، إيطالي. فهذه مجموعة من الصور ونحن نكتب الدول كل صورة. هنا عندنا نمبر 1 رمز الساعة، مؤشر بسهم. رمز الساعة اللي هي إنجلاند. إنجلاند يعني إنجلترا. 2 فرنسا، البرج باريس يعني بفرنسا هي فرنسا. 3 إيطالي، هنا السهم على البيتزا، بيتزا بإيطاليا. 4 فور إيجيبت، هذا التمثال مال هذا التمثال مال أبي الهول، هذا بمصر. هنا عندنا 5 تركي، جسر. هنا عندنا جسر تركي. 6 إيراك اللي هي بوابة عشتار موجودة بالعراق. 7 جابان، هذه جابان يابان. 8 تايلاند اللي هو المعبد، هذه تايلاند. زين هذه قرأتها. هسه ناخذ صفحة 7. السفن يلا عيني. Ask and answer، اسأل وجاوب. Point to the country يعني اسأل وجاوب. Point أشر على البلد. زين هذا عندنا كرم يسأل بجنا. كرم يقول لها Where's Iraq؟ Where's Iraq؟ أين العراق؟ تقول له Here it is، إنه هنا. Where's Thailand؟ Where's Thailand؟ أين تايلاند؟ يقول لها Here it is، Here it is، إنه هنا. قالت له yes that's right. Yes yes that's right يعني نعم هذا صحيح. Look listen and say، انظر واستمع وقل. هنا عندنا هذا فراس isn't from Japan، he's from Iraq. فراس تقول له ليست من اليابان، إنه من العراق. Hi we are Murad and Ali. Hi يعني تقول له مرحبا، نحن مراد وعلي. We aren't from Italy، نحن ليست من إيطاليا. We're from Turkey، نحن من تركيا. Ask and answer، اسأل وجاوب. جنى تسأل كرم، تقول له هي تقول له Is Dima from England؟ هل ديما من إنجلترا؟ Is Dima from England؟ شو يقولها؟
يجاوبها كرم يقولها no she isn't she's from Iraq، يعني كلا هي ليست كذلك هي من العراق. كرم يسألها يقولها are Murad and Ali from Turkey، are Murad and Ali from Turkey، هل مراد وعلي من تركي؟ yes they are، نعم كذلك، نعم هم كذلك، yes they are. now let's check، يعني دقق، دعنا ندقق. is هذه قواعد لازم أشرحها، ال he وال she وال it يأخذن is، وال they وال we وال you يأخذن are. مثلا أقول is he from Iraq؟ yes he is. Is she from Iraq? No, she isn't. مثلاً هذه الآر قلنا الوي واليو والذي يأخذن آر. أقول are we from Iraq? Yes, they are. Are you from Iraq? Yes, they are. Are they from Iraq? No, they aren't. طبعاً إذا أجاوب بيس جملة مثبتة أقول yes, he is. لكن إذا أجاوب بنو no, he isn't لأن أنفيها فالإز أو الآر تصير نوت. هاي يعني صفحة 6 وصفحة 7 وإن شاء الله نكمل وياكم وبالتوفيق.